يدل للسؤال. طيب الساعة الوقت 2:10، بصحى متأخر أنا لأني بنام متأخر. أول حاجة الواحد يعملها يغسل وشه ويتوضى. بس كده زي الفل. يلا نشوف الكلام على ايه. تاني حاجه بقى الواحد المفروض يعملها انه يحضر فطار متين كده الواحد يقدر يبدا بيه اليوم كده ويظبط الاداء. ما عنديش اي حاجه هنا في التلاجة، يعني الحاجه كلها خلصت اصلا، التلاجه بايظه كده كده، فبضطر اجيب الحاجات يوم بيوم كده لغايه ما اصلحها بقى واجيب تلاجه جديده. صحيح التلاجه دي باظت بقصه ظريفه جدا، كنت فاضي منها التلج لغباء يعني بالسكينه، فخرمت جدار التلاجه فسربت فريون بس في التلاجة الله يرحمها بقى خلاص ما بقتش بتبرد تاني. ودي نصيحة لأي واحد أعزب عايش لوحده عايز يفضي تلاجة، ما تفضيهاش، افصل التلاجة وسيبها وهي هتتعامل يعني. بس فأنا بقى دلوقتي محتاج أروح أتسوق وأجيب حاجات الفطار وأطلع أشم شوية هوا كده. والجو كئيب صراحة والدنيا مغيمة، بس قشطة بقى، هو ده جو هولندا غالبا معظم السنة. فيلا بينا. زي ما انتوا شفتوا كده لازم اربط العجله، تقريبا انا مسروق مني 3 عجلات لغايه دلوقتي من ساعه ما جيت هولندا. تيجي انت تسالني تقول لي هو في سرقه في هولندا؟ ده عز السرقه في هولندا في العجل. بص بزنس الناس اللي بتسرق عجل وبتسترزق الحوار ده بتكسب ايه؟ زي الفل. زي ما انتوا شايفين الجو كان مغيم وانا في البيت، اول ما طلعت يعني بدات الشمس تشقشق شويه كده، بس هو تقريبا الشمس هتغرب كمان ساعه ونص او ساعتين، فيلا بينا بقى نلحق نخش نجيب اكل عشان الفطار او الغدا ايا يكن بقى. يلا بينا. من المميزات برضو ان الواحد عايش لوحده برضو في الغربة ان انت ممكن تجيب اللي انت عايزه، محدش يقول لك هات كذا وما تجيبش كذا. وبرضو من عيوبها ان انا ببقى نازل مش عارف ايه المفروض اجيبه، يعني بتيجي بالبركة كده اي حاجة بجيبها. بس انا شايف صراحة الميزة بتاعت ان انا محدش بيقول لي هات حاجة وانت جاي، دي احلى حاجة يعني، دي احلى حاجة. يلا بقى نشوف المفروض هنجيب ايه. اول حاجه جبناها العيش، اهم حاجه العيش التوست. بعمل بقى شويه سندوتشات كده ايه بالسلمون المدخن مع الجبنه، هوريها لكم حاجه كده عظمه. يلا بينا نشوف هنتبضع هنجيب ايه تاني. تقريبا انا كنت محتاج لبن برضه. السلمون المدخن، جبنا السلمون المدخن نعمله مع الجبنه واوريكم السندوتش الفشيخ. شويه كاجو برضو، واحد يشرب شاي كده ويقرمش كاجو زي الفل برضو. واحد بقى هيجي يسالني يقول لي طب فين حاجات الغدا؟ اقول لك يا باشا انا بروح اتمرن وبعد ما اخلص تمرين بروح اجيب اكل الغدا، بروح اجيب الغدا واطبخه بس. فاعتقد انه كفايه كده للفطار النهارده وبكره مثلا. يلا بينا نحاسب بقى. انا بقى هوريكم بقى ازاي بنحاسب. شايفين المكنه دي والحاجات دي؟ بتحاسب بنفسك. اغلب السوبر ماركتات هنا بتحاسب بنفسك، تعمل سكان للحاجه كده، حاجه بتظهر لك كده على الشاشه، بيجي لك الحساب كده 10 يورو في تخفيض كمان، فبنختار بقى الدفع بالكارت. المفروض بقى بتدفع ده، تعمل كده وبتدفع كده بس، ولا سحر ولا شعوذه، تدي لك الكارت هوب تعمل سكان كده الباب بيفتح وبتطلع زي الباشا ولا اي حوار، ايزي خالص الموضوع سهل جدا. طيب يا جماعه انا لسه واصل البيت حالا بالا فعلا، وكنت قايل لكم ان انا هجيب حاجات الغداء بعد التمرين، بس انا افتكرت ان النهارده الحد والجيم قافل يوم الحد. صحيح السبت والحد هنا اجازه زي الجمعه والسبت كده عندنا في مصر، فالسبت والحد زي يوم الجمعه كده يوم مقدس، فالجيم بيقفل بدري يعني. بس فانا شكلي كده النهارده هتمرن في البيت
وهصور لكم وانا بتمرن. انا اصلا كمان والله رجلي وجعاني، كنت بلعب كوره ورجلي اتخبطت فمش هقدر اتمرن كتير يعني، بس هوريكم التمرين بتاعي. بس قبل ده انا عايز اكل اي حاجه لاني ميت من جوع صراحه، فيلا بينا بقى ايه هوريكم وانا بعمل اكل. تمام انا طلعت كده الحاجه، لو ملاحظين صحيح انا وضبت المطبخ. الدنيا كانت مبهدله قبل كده في الفيديو اللي فات، كانت الدنيا بزرميت، بس الحمد لله روقت الدنيا. الخطوه الاولى بجيب الجبنه كده، هاخد الجبنه كده. السلام عليا، قولش شيف الشربين يا اخواتي، اقول لكم انا بعاني كده، محتاج اجيب طبق. بعدين بجيب السلمون المدخن ده، تاكل احلى سندوتش. أكادوا من فرط الجمال، فرط الجمال أذوبوا. بصوا هو مش أنا اللي عامله، بس السندوتش ده جامد جامد جامد، أنصحكم بيه. برضه من مميزات الواحد يبقى عايش لوحده إنه ممكن ياكل في أي مكان بأي طريقة. يعني أنا واقف دلوقتي في المطبخ، لو أنا عايش معايا حد مثلا وهو واقف في المطبخ اسحمله المطبخ، فأنا بمزاجي بقى اكل هنا، اكل على السرير، محدش يقول لي نضف وراك، محدش يقول لي اعمل وراك، روقان. بس والله برضه الواحد محتاج الحنان برضه. بس السنجله حلوه برضه. بص الموضوع غريب يعني، ده فيه مميزاته ده فيه مميزاته. خلينا نستمتع بالسنجله بقى اليومين دول. دلوقتي جه الدور على مكالمه ابويا وامي، المكالمه اليوميه تقريبا، بكلمهم كل يومين او كل يوم كده بس، فما نكلمهم بقى. انا دلوقتي بتصل على امي، هي مش عارفه ان انا بصور. حاجة غريبة ما بترديش يعني. السلام عليكم. يا فوق. ايه يا حاجة، ايه الأخبار، عاملة ايه؟ والله يا حبيبي انت عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله، ايه الأخبار؟ صليت العشاء؟ انت سر. صليت العشاء؟ صليت الحمد لله. ما كان عندي شغل النهاردة، كنت صايمة، فجاية بقى ضاعي خالص. والله ما متفق معاها هي كده بتقول كده. المهم بابا فين؟ بابا هنا اهو. ماشي طب ما تديهولي اسلم عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج، ايه الاخبار؟ تمام، ايه الاخبار؟ ليه الدنيا ساقعة عندكم؟ لا النهارده الجو حلو، مش وحش، الجو كان حلو، الشمس طالعه والدنيا خالص. النهارده الجو عندنا تلج والله، مشغل الدفايات على اخر حاجه، وحتى ما نمتش جوه، نمت جنب الدفايه. جبت فردت الكنبه ونمت جنب الدفايه، حطيتها جنب الدفايه لان الجو فعلا ساعة بره النهارده جدا. ايه الدفايه ما بتدفيش المكان كله؟ هو في دفايات في كل الشقه، بس الدفايه بتاعت اوضه النوم فيها مشكله معرفش ايه، عايز بحلها. فساعات بطلع انام بفرد الكنبه وانام عليها يعني. طب ما هتحلها مش فيها كهرباء وكده يعني؟ هي مش، لا لا هي مش زي الدفايات. الدفايات هنا بتبقى مبنيه في التصميم بتاع البيت ذات نفسه، اللي هي بيبقى نظامها اللي هي الميه بتمشي فيها، الميه بتتسخن من السخان بتمشي فيها وبتسخن الشقه وبتدفي الشقه كلها يعني. طب دي بتبقى شغاله بالكهرباء ولا شغاله بايه؟ لا دي بتعتمد على المياه والغاز يعني. طب عملتها قبل كده ولا لاول مره لسه تعملها؟ لا انا هي اصلا كانت موجوده في تركيا، النظام ده اصلا موجود في كل اوروبا اساسا وفي تركيا يعني في بلاد الساعه يعني. العطل ده العطل والله لسه، والله عايز بشوف له حل اعرف اشمعنى هي اللي هناك ما بتشتغلش والباقيين بيشتغلوا يعني، بس سهله يعني. طب ما لو ما عرفتش هل حد يصلحها ولا هتصرف؟ هتصرف في ناس بتعمل صيانه وكده؟ في هتصرف. بس الجو هيبقى يبرد الشهر الجاي ده، الشهر واحد داخلين على الساعة ساعة يعني. أي هي الدنيا لما بتبقى عندكم ساعة بعديها بيوم ولا اتنين بتبقى عندنا هنا ساعة، اللي هو الهواء بيتنقل من عندكم لغاية علينا، الهواء ده اسمه رياح شمالية جنوبية، هي من الشمال متجهة عندنا هنا. أبويا مدرس جغرافيا يا جدعان، أنت مش عارف يعني. هما بيسوقوا كده بتوع الأرصاد يعني، في الرياح مثلا معينه جايه من هناك عندكم، عمرنا ما بتوصل عندنا بتاخد وقت يعني. اسطوره الجغرافيا يا حاج ان شاء الله. لا يا حاج والله الهجزه دي الحقيقه.
المهم انا هقفل معاكم واكلمكم كمان 5 دقايق. تمام ماشي ماشي هكلمك كمان 5 دقايق. تمام ماشي يلا ماشي سلام. بس دي مكالمه خفيفه كده يعني ملخص للمكالمه. اعتقد ان المكالمه دي بتتشابه مع ناس كتير متغربين وكده. اخباركم ايه؟ عاملين الجو بره ساقعه الدفه؟ وسبحان الله الام والاب مهما كان ابنهم كبير برضو لسه بيفضلوا قلقانين عليه يعني مهما كان. انا كنت ناوي اتمرن هنا واوريكم وانا بتمرن وانا بطبخ بعد التمرين، بس صراحه الجو برد جدا وانا اصلا رجلي وجعاني فمش هقدر اتمرن، وحتى ممكن اكل حاجه خفيفه اصلا وانام. وده خلاني اخد بالي من حاجه، الواحد ما عندوش روتين. يعني انا يومي مش متكرر، الواحد موضوع معتمد على مود الواحد. هل انا فايق اروح اعمل حاجه النهارده هعمل؟ هل انا فايق اطبخ لنفسي النهارده اكل؟ لو انا فايق هطبخ، لو انا مش فايق خلاص همشي اي حاجه. مفيش روتين يومي، انت اللي بتمشي يومك بنفسك يعني على حسب مودك وعلى حسب نفسيتك. بتبقى ساعات عامل خطط ان انت هتعمل كذا النهارده، هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، بعدها بتكتشف ان انت عادي، هي بتمشي بالبركه. مش لازم الواحد يبقى مخطط ان هعمل النهارده ويمشيها خطوه بخطوه كده، بالذات الناس في الغربه يعني اللي عايشين لوحدهم متغربين. هو اليوم بيمشي كده، عندك النهارده والله مش عارف، ربنا هيكرم. بس وده كان اخر فيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم هبقى اوريكم حاجات مختلفه تانية، من حاجات تانية مختلفه بعملها في يومي زي التمرين والكلام ده ما قدرتش اطلعها النهارده في الفيديو. بس كده حاجه تانية تقريبا مفيش. ممكن تعمل لي فولو على الانستجرام لو حابب في تواصل، هناك برفع ستوريات من اماكن هنا برضو مختلفه وكده. بس كده واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. السلام عليكم. ممكن صحيح تكتبوا لي في التعليقات لو حابين تشوفوا ايه هنا في هولندا. بس كده انا ختمت 500 مره. يلا سلام عليكم.